بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في الفيديو الجديد, هو الفيديو الثالث في الشرح ديال لي زانترفاس. دونك نكملوا البروغرام ديالنا اللي بدينا في الفيديو السابق. قبل كل شيء غنصلح بعض الامور اللي بانت ليا. المساله الاولى غنبدل الموديفيكاتور في لي كلاس مير فنرجعهم بروتيكتد. هادي كنا قلناها فاش يلاه بدينا نهضروا على ليريتاج, ان الى اون كلاس غتكون هي لا كلاس مير ديال دوطخ كلاس فيفضل ان الموديفيكاتور ديالها يدار بروتيكتد. فلي كلاس مير اللي عندي, عندي فورم وعندي بوليغون, فغنجي لا ميثود هنايا بلاص بوبليك غنرجعها بروتيكتد. هادي واحد. وغنجي للبوليغون حتى هو راه غيكون اون كلاس مير, فهاد لا فاريابل هادي غنرجعها حتى هي بروتيكتد. المساله الثانيه غندير شي حوايج فهاد لا كلاس بوليغون. انا كريت هنا الفاريابل ولكن ما كندير بها حتى شي حاجه. فاول حاجه غنكري لي زاكسيسوار لي ميتاتور ديال لي جيتر اي لي سيتر. ف كليك دروا انسيت كود جيتر اند سيتر و سيليكسيوني دي جينيريت. هاما ويمكن ما نحتاجهمش في هذا الفيديو, ولكن باش تولفوا ديروهم فيما تكري اون فاريابل في اون كلاس كري الجيتر و السيتر ديالها باش لو وقفتي عليهم واحتاجيتيهم من بعد راه هما كاينين, ما تحتاجش ترجع تكريهم. راه سيتي بون براتيك, وخصوصا الا كنتي غتوسع مثلا في هاد لابليكاسيون ديالك. انا دابا راه داير ان بتي بروغرام باش كنشرح به, ولكن انت مثلا الا غادي ان بتي ان بروغرام كيجيري هاد لي فورم جيومتريك كيرسمهم كيدير لهم لي ترونساسيون كيدير لهم الدوران اكسيتيرا, راه يمكن لك توصف هاد البروغرام فغتحتاج لي جيتر اللي سيتر. وغنزيد هنا اون ميثود اللي كتكتب لي النوع ديال هاد البوليغون هذا بناء على عدد لي كوتي ديالو. فغنجي نكري اون ميثود بيبليك, او قلنا بما انها اون كلاس مير فغنديرها بروتيكتد. Protected void ونسميها affiché type polygon. تعطيني النوع ديال البوليغون ويدخل ويتيستي شحال عدد الاضلاع. دونك اف عدد الاضلاع اللي هو لا فاريابل نومبر كوتي كيساوي 3, فان مضلع هذا راه المثلث فغنديرها كوم ميساج سيستيم. ولا عرفتي شنو ندير, ندير ليه هنا يرجع ليا اون شين دو كاركتير. دونك سترينغ كري اون فاريابل هنا سترينغ نسميها تيب بوان فيرغول, ونجي هنا دابا تيب ايكالا تريونغل بوان فيرغول ايلز اف, يعني اذا كان النومبر دو كوتي 4 نومبر كوتي ايكالا 4. غنكوبي هادي ونبقى نبدل فيها كونترول سي نضغط هنا كونترول في. الوغ هذا ما يكونش ان تريونغل, يكون ان كوادريلاتير رباعي. ايز اف عاوتاني نومبر كوتي هاد المرة 5 تيب ايكالا هادي قلبت عليها كتسمى ان بنتاغون بنتاغون. لا واقيلا منها جات السمية ديال البنتاغون وزارة الدفاع الامريكية على شكل خماسي. هادي ماكش عارفها انا, مانكتبش عليكم, قلبت عليها في الانترنت. ايز اف اخر وحدة نومبر كوتي ايكالا 6 وندير تيب ايكالا هاديك تعرفها اكزاغون. اكزا فرنسية كتعني 6 من حاجة, نقلا جاية من اللاتينية ولا ما عرفت منين جاية. اكزاغون بافيغي الو. وكتلاحظو هنا واحد شوية الصفورية فوق هاد الاف هادي, الو غادي ديما كطرا لي انا كنكتب انا سو فورم اف از اف, ولكن فاش كيكونو لي كاكتر نيت ميز كيقترح عليا انني نرجع سويتش. فكنجي نوقف فوق منها هانتوما هذا بليس شين اوف اف سويتش سويتش تا, فغندير الت اونتري ونقول ليه كونفيرت اف تو سويتش ستيتمنت فكيحولها ليا اوتوماتيكمون سويتش. انا ما كنكتبش سويتش, تجيني معقده هاد الكتابه هادي, فكنكتبها باف وهو كيحولها ليا سويتش. كنستغل المميزات ديال الاي دي او اللي كنخدم به. ايوا ونجي برا سويتش ودابا غندير ليه ريتيرن تيب, غيرجع ليا داك لو تيب. واش غيقول لي هنا الا كنتو متبعين معايا الفيديوهات غيقول لي بان هذا التيب هذا راك ما مانيسياليزيش. فغنجي ندير هنا ايكال تيب انكوني, يعني مبدئيا راه لو تيب انكوني. الا دخل تيست ولقى لو نومبر دو كوتي كيساوي شي حاجه من هاد الحالات فغيغيرو ليا, ما لقاش راه غيافيشي ليا تيب انكوني هو زكاع ليا. هاكا نكون ساليت لا كلاس بوليغون. ودابا غنكري اون كلاس باش نتيست هاد لي كلاس ديالي كاملين. غنكري نجي للبروجي ديالي فورم كليك دغوا نيو جافا كلاس نسميها تيست فورم. اوكي
ou en créer via des objets mais les quatre cases. Donc on dénonce la méthode main. Enfin, j'ai créé la méthode main, contrôle espace, clic statique void main, on j'ai le dahl là, ou on crée quatre objets. Enfin, double point. Point, c'est point égal à new point. Qu'est-ce que maintenant d'entrer les coordonnées dialo, par exemple 1 2 point virgule point les abscisses dialo 1 et l'ordonnée dialo 2. Donc il y a un cercle, donc cercle cercle égal à new cercle. Qu'est-ce que maintenant le point ou qu'est-ce que maintenant le rayon dialo, enfin le rayon par exemple 3 ou le centre dialo, on a déjà le point déjà créé ici. Mais bien carré 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 égal à new carré. Enfin, le constructeur dit ok, il a mis un point pour le délai, le côté. Il faut le délai, on a mis un point. Le point, on a créé un nouveau objet. Enfin, on a créé un nouveau objet, on a créé un new point. Il a mis les coordonnées, on a mis moins 1, moins 2, par exemple. Point virgule. La même chose sur le rectangle. 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 Égal à new rectangle, donc il y a un point, on dit new point, les coordonnées du point gauche en bas, on a mis 5 moins 3, ou la longueur ou la largeur, on a mis la longueur 4, la largeur 3, point virgule. Ça y est, on a créé 4 objets, mais les 4 classes d'Ioli. Et où je vais dire, on a des objets dans un tableau polymorphique, on crée un tableau, le type forme, on se met les formes, formes, égal à new form. On a trois objets. On a les objets, les moins cercles, le carré, le rectangle, on a fait le tableau d'hier. Il faut un engine de forme 0 est égal à le cercle. Point virgule. Forme 1 est égal à le carré. Forme 2 est égal à le rectangle. Et voilà. Ou d'abord, on dit l'appel, la méthode calculer surface. Les objets d'Ieli, Camille. Faire une semaine, une boucle for each. Faire un dit for, contrôle espace. Ah, ok, il y a la boucle for each. Tu vois, on clique là, on a là. On dit les formes. On se met l'objet forme. Au final, on va de la forme. On va faire le tableau d'Ieli. Il se met sous forme. Donc, on dit que deux fois, tu vois. Le type. Le type d'Ieli. Les objets là sont dans le tableau. Hena, smit l'objet, كل واحد كي دوز عليهم كيسميهم واحد السميه تمبورير. هي هاد الفورم هادي. وهاد الفورم هادي يعني الطابلو اللي كيقلب فيه. اللي هو هاد الطابلو هذا فورم. ايوا هاد فورم اللي قلنا هو لوبجي تمبورير غندير ليه بوين ونغيط على ميثود كالكولي سيرفاس. لاحظتوا؟ ها هي. بوان فيغ. صافي. خدم بروغرام. كيقول لي شنو فين كاينه لا ميثود مين ولا لا كلاس برانسيبال كنقول له هادي اوكي. اه كالكولي سيرفاس اش كدير ليا كترجع ليا هذا ولكن ما افيشيتوش غنجي نخشي هادشي كامل وسط السيستم بوان اوت بوان برنت لين كونترول اكس دي سيستم بوان اوت بوان برنت لين هيدا الشيء وسط لي بارونتيز غنافيشي هادشي مازال ها هو حسبهم ليا افيشيهم ليا دونك هذا المساحه ديال السيركل ديالنا هذه المساحه ديال لو كاري وهذه المساحه ديال لو ريكتانغل دونك المساحه ديال لو كاري باينه 4 في 4 لان الكاري عطيتو في الضي ديال 4 ها هي 4 في 4 هذه 4 في 3 ها هو الطول 4 والعرض 3 4 في 3 وهذا راه دار 3 في 3 في 3.14 مساحه لو سيركل 3 في 3 في 3.14 راه هي هادشي اذا لا ميثود كالكول سيرفاس سا مارش. Et d'abord, on va faire la translation. On va faire la méthode translater. Quand j'ai maintenant dit le point, je vais translater d'abord le point. Et on va dire point, point, la méthode translater. Aïe. Qu'est-ce que je vais dire les paramètres. Je vais translater l'axe des abscisses ou je vais translater l'axe des ordonnées. Je vais dire les 1, 1, 1, 1, maintenant. Donc j'ai. اش غيعطيني نورمال البوان شنو هو لي كوردوني ديالي واحد جوج اذا اش غيدير لهاد لابسيس هذا غيزيد عليه واحد فغيعطيني جوج في لابسيس واش غيشد لوردوني غينقص منه واحد جوج ناقص واحد غيعطيني واحد اذا لو ريزلت خصو يعطيني هو جوج واحد اي واش خصني ندير خصني دابور نافيشي لي كوردوني ديال لو بوان قبل من ترونسلاسيون
pour afficher même bête translation. Fati je rendu le point hnaya pour rendre une méthode to string. Rajite la classe point pour rendre une méthode to string qu'afficher l'objet ديالي. Et dans rendre to string comme ça. Ou d'abord ma recherche méthode to string ديال la classe mère object. Rendre là l'affichage ديالي. Rendre hnaya guillemets hel parenthèse concaténé ou je vais afficher une erreur, afficher l'offsol, x plus une concaténé à une virgule, une concaténé, y plus une concaténé la dernière fois, on se le caus, point virgule. Faire l'affichage à la voie, caus, on dit le nom virgule juge. هاد لافيشاج هذا هو اللي كنافيشيو به لي كوردوني ديال ان بارا هو هذا يدرج هنايا هيدا الشيء. اذا دابا رجع لا كلاس تيست فورم ونافيشي هاد لو بوين هذا سيستيم بوين اوس بوين بوينت لين ونافيشي هنا لو بوين وانا درت ليه لا ترانسلاسيون فنعاود نافيشي اون دوزيام فوا كونترول سي كونترول في خدم بروغرام فعل لو بوين في الاول كان هو واحد جوج لما درت لي لا ترانسلاسيون بهذا واحد ناقص واحد ولا هو جوج واحد اذا لا ميثود ترانسلاتي سا مارش غنخدم دابا لا ميثود ترانسلاتي بالنسبه لو سيركل مثلا اذا سيركل بوين ترانسلاتي يا فكي يقول لي بشحال باغي ترانسلاتي باغي ترانسلاتي مثلا 3-2 ايوا شنو هما لي كوردوني ديال le centre de sac à où est le point et dans la règle il y a la même translation et translaté il y a le même point regarde le modèle est translaté 3-2 alors on a ma bouche une translaté à le point fa translaté maintenant le carré j'ai dit non carré je n'ai pas le point li en bas en gauche là où -2 -1 -2 rend translaté head -1 بثلاثة وهذا -2 + -2 et voilà. On affiche بعدا قبل ما ترونسلاتي وعاد نافيشي بعد ما ترونسلاتي اذا system.out.println وشنو باغي نافيشي لو بوين اللي كاين في الكاري اذا كاري بوين وما عنديش لاكسيل لو بوين علاش لان ما كرييتش دي لغيتر الي سيتاب فنجي للكاري هنايا نجي لتحت كليك دغوا انسيت كود غيتر اند سيتاب سيليكسيونيهم كاملين جينيريت ها هما الغيتر والسيتاب ديال الكوتي وديال لو بوان نرجع دابا لتيست فورم كاري بوان الى درت دابا كونترول اسباس هما الجيتا والسيتا غيبانو ليا شتا جيت كوتي جيت بوان ان انا بغيت جيت بوان ان بغيت لو بوان اذا جيت بوان ان غنافيشي لو بوان ودا بغيت نافيشي لو بوان غيمشي عيط على الميثود تو سترينغ فغيدير لي هاد لافيشاج هذا ونجي لتحت كونترول سي ومن بعد ما درت لي ترونسلاسيون دي كونترول في خدم البروغرام هاو هذا لو بوين قبل ما ندير ليه لا ترونسلاسيون راه هي -1 -2 درت ليه لا ترونسلاسيون باش ب 3-2 يعني -1 زدت عليه 3 فغيعطيني 2 و -2 زدت عليه -2 فغيعطيني -4 هو هادشي اللي كاين هنا ها هي 2-4 دابا كيدير لا ترونسلاسيون للكاري ديالنا الوغ هادشي دابا ما كيبانش ليكم حيت ابستراينير ولكن تخيل لو كان عندك لو خدمتي هاد لي كلاس une application اللي فيها دي كاري كيتنصمو بصح ولما كدير لا ترونساسيون كيتهز داك الكاري وكيتحط في بلاصه اخرى اذا تما غتبان لك بلي كونكريت هذا هو كاين هذا الخدمه اللي كدار من اللور هي هذه الخدمه اللي كنديرو حنا دابا اذا هاكا نكونو سالينا البروغرام اللي كيتيستي ليا لابليكاسيون ديالي ودابا غندوز لواحد المساله مهمه في ليزانترفاس ما بغيتش نخليها حتى الفيديو الجاي قلت لهم ندير في هذا الفيديو بلا ما نكتب الفيديوهات في ليزانترفاس وهو شنو هي لا ديفيرونس اونتر ليزانترفاس ou les classes abstraites. Il me tient qu'un les interfaces, il me tient qu'un les classes abstraites. On va nous prendre de l'exemple là-dedans. Fin qu'il y a une classe abstraite. Qu'il y a de la classe forme. Elle a choisi une classe abstraite ou une interface. Qu'elle a égoulé la translation de tiens interface ou forme de tiens une classe abstraite. Qu'en dit-on une classe abstraite, il est quand la qu'il y a l'héritage. Mais bien la classe abstraite ou les classes figées ou là, oui. Fais-je qu'il y a une forme là. واتمنى كاري الا ماشي كاري واتمنى بوليغون والعلاقه ما بين بوليغون وما بين فورم علاقه قويه لان شاك بوليغون سي اون فورم هذه علاقه باينه بان فورم راه هي لا كلاس مير ديال
بوليغون، باينه بان هذه خصها تكون لا كلاس في ديال هذه. غير كتقول لواحد مضلع وشكل هندسي، راه باين الشكل الهندسي راه هو الاب ديال المضلع، باينه لا ميم شوز في هاد البوليغون. هاد البوليغون هادي سي اون كلاس ابستخيت، شكون اللي كلاس في ديالها؟ كاري وريكتونغل. هاي ريكتونغل كيورث من بوليغون، فيما تسمع مستطيل وتسمع مضلع راه كتبان العلاقه قويه ما بيناتهم، لان كل مستطيل راه مضلع، اذا باينه علاقه ليغيتاج. مزيان، جي دابا الامبليمونطاسيون، يعني جي لي زانترفاس ريكتونغل و ترونسلاسيون، واش العلاقه هنا قويه بنفس الدرجه؟ لا ما قويهش بنفس الدرجه، ماشي فيما كنسمع ريكتونغل كطيح هي فاسي ترونسلاسيون، يمكن ترونسلاسيون ديرها بليزيور شوز، يمكن ديرها اصلا ماشي شكل هندسي، عندي واحد السياره باغي ندير لها ترونسلاسيون، واضحه؟ اذا فاش تكون العلاقه قويه استعمل كلاس ابستخيت، فاش ما تكونش العلاقه قويه لديك الدرجه الافضل انك تستعمل انترفاس. دونك هذه المساله الاولى او الفرق الاول. الفرق الثاني، كنستعملوا الانترفاس فاش كنبغيو نديرو شي حاجه شبيهه بليغيتاج ملتيبل. الله، لاحظتوا فاش يلا بغينا نديرو هاد لا ترونسلاسيون هادي، لا سوليسيون الاولى اللي عطيت انني نكري اون كلاس ترونسلاسيون وهادو يورثو منها، ولكن لقينا اشكال ان ريكتونغل وارثة ديجا من بوليغون، وليغيتاج ملتيبل ممنوع، مايمكنش كدير ريكتونغل كتورث من بوليغون وكتورث من ترونسلاسيون او ميم طون، فتحايلنا عليها باننا رجعنا ترونسلاسيون اون انترفاس. اذا طريقة باش تراوغ المنع ديال ليغيتاج ملتيبل في الجافا هو انك تستعمل لي زانترفاس. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، لي كلاس ابستخيت كيمكن نديرو فيهم دي ميثود كونكريت، كما كتلاحظو هنا بوليغون، لا كلاس بوليغون سي اون كلاس ابستخيت، ولكن فيها اون ميثود ها هي كونكريت، ما كاينش هنا اون ميثود ابستخيت. اما بالنسبة لي زانترفاس ما مسموحش لك تكريي دي ميثود ما يكونوش ابستراكت، راه اوتوماتيكمون ترونسلاتي راه ابستراكت بلا ما نحتاج نكتبها، ما مسموحش لك اون ميثود كونكريت. فلو هاد بوليغون هادي جيت ودرتها انترفاس فما غيتسمحش ليا نكري هاد لا ميثود افيشي تي بوليغون. اذا لو كنتي كتوقع انك غتحتاج دي ميثود كونكريت فهنا ما خصكش تستعمل الانترفاس، خصك تستعمل اون كلاس ابستراكت. كنتي عارف بان كاع لي ميثود اللي غيكونوا في هاد لا كلاس ديالك راه ما غيكونش عندهم لو كور، فتما ديرها سو فورم دون انترفاس. مزيان، دابا تخيلوا معايا واحد المساله، الا كرييتي ان بروغرام كوم سا وجيتي في المستقبل وقررتي تزيد دي ميثود في هاد لا كلاس فورم هادي، وانت كنتي ما دايرهاش اون كلاس ابستراكت، كنتي دايرها اون انترفاس وقررتي تزيد دي ميثود هنايا، غتولي اي كلاس امبليمونطات هاد لا كلاس فورم غتحتاج تمشي ليها وتبقى تبدل فيها، فغضبتها مالك حلا. اما اذا درتيها اون كلاس ابستريت فغدير ليها لو كور ديالها انا، لان غتكريا كوم اون ميثود كونكريت، يعني غدير لها لو كور ديالها مسموح به، وتجي لي كلاس في ديال هاد لا كلاس فورم، والا احتاجيتي دير لا روديفينيسيون ديالها، ما احتاجيتيهاش راه ما عندكش اشكال، ما تكونش اون ايرور، واضحه؟ لان اون ميثود كونكريت ماشي بالضروره دير ليها لامبليمونطاسيون. لاحظ انا غنجي هنايا وغندير مثلا بروتيكتد فويد تخربيقه، ميثود سميتها تخربيقه، وغندير لها لو كور ديالها، في لو كور ديالها غندير سيستيم بوان اوت بوان برينتلين تزربيقه. لاحظتوا ما دارش ليا دابا اون ايغور، واخا كاري وات من فورم وبوليغون وات من فورم ما دارش ليا اون ايغور، علاش؟ لان هادي سيت اون ميثود ماشي ابستراكت، ما تعيط ليها الا اذا احتاجيتيها. يعني كنتمنى الشرح يكون واضح. دونك الخلاصه، ثلاثه الفروق اللي كيبانوا ليا ما بين لي زانترفاس وما بين لي كلاس ابستخي. الفرق الاول ان العلاقه ما بين لا كلاس ابستخيت وما بين لي كلاس في ديالها خصها تكون علاقه قويه، اما مع لي زانترفاس العلاقه ما كتكونش قويه لديك الدرجه. الفرق الثاني ان لي زانترفاس كيتستعملوا باش نراوغوا المنع ديال ليغيتاج ملتيبل في الجافا، بما ان ليغيتاج ملتيبل ما مسموحش فيمكن لك ديرو باستعمال لي زانترفاس. الفرق الثالث انه الا كنتي كتوقع انه غدير دي ميثود كونكريت في لاكلاس ديالك فيفضل انك ديرها ابستراكت، و الا احتاجيتي دير لها لاغو ديفينيسيون في لاكلاس في ديرها، ما احتاجيتيش ماشي اشكال. اما لو كنتي مكريا سو فورم دون انترفاس فلما غتبغي دير فيها دي ميثود غتحتاج دير لهم لاغو ديفينيسيون ضروري في كاع لي كلاس اللي كي امبليمونتيو ديك الانترفاس. تصنتوا هاد الفروق مزيان وحاولوا تضبطوهم، راه عارف البرانسيب شويه معقد ولكن حاولوا تضبطوهم بشويه وترينيو فيه، ديروا هاد لو ميم بروغرام وعاودوه بليزيور فوا
ou dire d'autres programmes. Il y a quelques matériels, dire le programme de la classe animale, outen. La classe animale, il est déjà donné, des classes filles, là, ou il y a créer des interfaces, faire. Quand tu me dis que je suis en train vidéo, je la raison خاص بليدات ان شاء الله غنهضروا شويه على ليدات في الجافا غيكون جوج الفيديوهات ولا ثلاثه. السلام عليكم ورحمه الله.